الإنسان السياسي الذي ينشط حملة سياسية يستعمل كل السبل للدخول إلى المقاهي وإلى بيوت الناس. سمعتموني البارحة في هذه القنوات، أحبها من أحبها وكرهها من كرهها، لكن أبناؤنا يشتغلون في هذه المؤسسة وجعلوا صوتي يدخل للمقاهي، ودخل صوتي لأبعد نقطة في هذه القطر الحبيبة وهذا البلد الذي نحبه. خالتي كفانا بخفاء إنما